حنا المكتب الجديد الشرعي لجمعية الجود للسكن. هذا المكتب اللي انتخب خلال الجمع العام ديال 17/12/2023 بطريقة شرعية ديمقراطية مع كامل الشفافية وبالنصاب القانوني وبأغلبية ساحقة، إلا أنه كنتفاجئوا الوقت اللي بغينا نبلغوا السلطات أن المصالح المختصة رفضت أن تسلم عندنا الملف ديالنا ديال الجمع العام. والسؤال المطروح هو واش أي مكتب انتهت الصلاحية ديالو؟ هنا تجدر الإشارة إلا أن هذا المكتب انتهت الصلاحية ديالو منذ 3 سنوات ونصف. يعني السؤال المطروح واش أي مكتب انتهت الصلاحية ديالو أو ما تجددش فيه الثقة بإمكانه أنه يدير واحد التعرض ويعرقل العمل ديال الجمعية ويضرب المصالح ديال أكثر من 400 منخرط. النداء ديالنا للسلطات باش يتعاملوا مع هذا المكتب الشرعي والقانوني وباش يمكن له يباشر الأعمال ديالو ويخرج الجمعية من هذا الأزمة اللي كتعيشها وصل لبر الأمان. ومرة أخرى تنرحبوا بكم وتنشكركم على الحضور ديالكم والمساندة ديالكم. مرحبا بالحضور الكريم، وتنشكروا هذه المنابر الإعلامية اللي جات عندنا إن شاء الله وحاضرة معنا اليوم باش تساندنا في هذا المشكل اللي عندنا مع هاد الناس ديال الجمعية ومع مكتب الجود السابق المنتهية صلاحيته. نحن مكتب الجمعية المنتخب من طرف المنخرطين في الجمع العام اللي دار نهار 12/17/2023. هذا المكتب هذا اللي انتخب بطريقة ديمقراطية وبشفافية وكان عنده أغلبية ساحقة. واحد المفاجأة تفاجئنا بها ملي جينا بعد عدم استلام الملف القانوني ديالنا للجمعية لدى السلطات المحلية. مع المشكل اللي طرا هو ان تسلموا تعرض من عند المكتب السابق المنتهيه ولايته، وحنا ما بغوش يتسلموا من عندنا الملف القانوني ديالنا اللي هو شرعي وقانوني بحكم ان المكتب القديم دار لنا تعرض. مفارقه عجيبه، بغينا نفهموا ما معنى هذه المساله ديال انهم يشدوا تعرض من عند مكتب قديم منتهيه صلاحيته وما يشدوش الدوسي القانوني او الملف القانوني للجمعيه الحاليه. ومن هذا المنبر انا اناشد جميع المسؤولين والسلطات المكلفه بهذه المدينه ديال تماره انها توقف معنا وتشوف تفتح شي تحقيق في هذا الملف هذا لناخذوا حقنا، لان دابا الناس منخرطين تيتسناو كاين اللي مازال ما دخلش للشقه ديالو، كاين بزاف ديال المشاكل، ودابا هذا المكتب القديم تيدير لنا عراقيل. دابا بغينا نناشدوا هاد الناس يفتحوا تحقيق ويعطونا حقنا باش نباشروا العمل ديالنا. هذا المكتب الحالي ديال جمعية الجود للسكن هو المكتب الشرعي المنتخب يوم 17 دجنبر 2023. هذا المكتب اللي الاعضاء ديالو كاملين من المنخرطين اللي داروا يديهم في بعضياتهم باش يعبروا بهذه الجمعيه الى بر الامان وباش يحافظوا على المصالح ديال المنخرطين. الا كما سبق الذكر من طرف السيد الرئيس ولا السيد الكاتب العام اننا ملي مشينا نحطوا الوثائق ديالنا لدى السلطات المعنيه كنتفاجئوا بقرار المنع. يعني المنع ماشي حتى الرفض، المنع من ايداع الوثائق ديال هذا المكتب ديال التجديد. يعني ان السلطات المحليه عندها السلطه الاداريه وليس لها السلطه القضائيه باش تمنع هذا المكتب الجديد الحالي بدعوى ان المكتب السابق قدم واحد الدعوه ديال التعرض. يعني انا بالنسبه لي ان هذا امر غير مستساغ. من هذا المنبر كنطالب السلطات المعنيه بالامر انها تتعامل مع هذا المكتب لانه هو المكتب الشرعي والقانوني. الاخوان دابا بان لي تيتسالوا علاش المكتب الجديد دخل في خلاف مع المكتب القديم. انا غادي نعطيكم الراي ديالي الخاص بشكل موضوعي، يعني بعيد على المزايدات وبعيد على التشنجات. المكتب القديم اللي نورمالمون سالات الولايه ديالو هذه مده دار دعوه للجمع العام. مادام هو دار دعوه للجمع العام المنخرطين لبوا الدعوه وحضروا نهار 17/12/2023. السيده الرئيسه السابقه علنات في شخص بنتها اللي كانت حضرت هي مع المكتب ان النصاب كاين، وهادشي حنا كلش حضرنا ليه. دونك النصاب القانوني لبدايه الاشغال ديال الجمع العام كان
دونك حنا غادي نمشيو كما تنقولوا دريجه بدريجه. بداو الاشغال، المكتب القديم رشح واحد الشخص باش يكون مسير، جابوا معاه المنخرطين في اغلبيتهم رفضوا هذا الاقتراح، مارسوا حقهم اللي هو معروف ديال الجمع العام سيد نفسه، واقترحوا مسير ومقرر للجمع العام. فهاد اللحظه بالضبط المكتب القديم تينسحب، ولكن المنخرطين اللي هم اغلبيه كملوا الاشغال ديال الجمع العام ديالهم وداروا مكتب جديد وانتخبوه بالاغلبيه، يعني اكثر من الثلثين ديال الناس اللي كانوا حاضرين في الجمع العام انتخبوا على هذا المكتب الجديد بشكل موثق. انت نقول لكم لان هذه حوايج اللي شفنا بعينينا، مش عاودنا شي واحد، يعني الناس راه داروا التصويت بشكل فردي، يعني لائحه توقعوا فيها بيديهم بالاسم واللقب والبطاقه الوطنيه امام مفوض قضائي، وبالتالي يعني لا مجال للمزايدات هنا. الجمع العام راه كان واضح في انه صوت على مكتب جديد. انا هنا باغي ندير ثلاثه ديال الاستفسارات الناس اللي تهمهم الامر. اولا المكتب القديم علاش متشبت بالكرسي؟ انا هذا السؤال انا ما نكذبش عليكم، انا ضرني في راسي. مادام تتشوف الاغلبيه المنخرطين تيقولوا لك اودي راه ما بغيناكش، بغينا مكتب جديد، انا في نظري الانسان خصو ينسحب ويدير تسليم السلطات، وبالعكس خصو يقدم المساعده للمكتب الجديد ويفضل المصلحه الفضلى ديال 400 ولا 500 ديال المنخرطين. علاش هذا التثبت بالكرسي؟ هذا السؤال الاول. السؤال الثاني اللي هو موجه للسلطه المحليه، كيفاش مكتب جديد منتخب بشكل ديمقراطي وباغلبيه ترفض انت تقبض عنده الملف ديالو؟ وهنا تطيح في واحد التناقض، قبضتي تعرض وما قبضتيش ملف ديال المكتب. المكتب القديم الا كان عنده شي مشكل او عنده شي اعتراض او عنده شي تعرض على الجمع العام، راه المسطره باينه، خصو يمشي للقضاء، يمشي للمحكمه ويدير طعن في الجمع العام. هادشي اللي تنعرف انايا. نتمنى ان الفكره ديالي تكون وصلت، وشكرا لكم.